اللي قدامك في الفيديو ده هو كلب السلوكي من أسرع وأقوى الكلاب على مستوى العالم، زي ما واضح قدامك في الفيديو كده بالظبط. عايز أقولك إن الكلب ده بيمتلك قوة في السرعة غير عادية. الكلب ده من أسرع المستويات الكلاب على مستوى العالم زي ما واضح، وأسرع كلاب الصيد على الإطلاق. الكلب ده بيتحط في مسابقات مع الفهد، أنت متخيل سرعته بتوصل لقد إيه؟ من أسرع الكلاب في العالم.